ليا، تزامنا مع الحملة الوطنية طبعا للتوعية من سرطان الثدي، وطبعا اللي بلشت ب 21 الأول مستمرة طيلة الشهر الجاري، وهي حملة للتوعية وأهمية الكشف المبكر عن هالمرض. واليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، وخاصة العلاج الكيميائي وما هي أعراضه، وأيضا البدائل، مع دكتورة والأخصائية طبعا مجد الأولى، أخصائية معالجة كيميائية للأورام. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا الخير، فيكي. يعطيكم العافية. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. بالبداية يعني حكينا كتير هذا الشهر، وخاصة أنه هذا الشهر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، ولكن خلينا نحكي حضرتك كأنثى كيف يمكن بتكون الحالة النفسية، بتقدري تستقطبيها للمريضة، بتقدري تتعاطفي معها، يمكن وقوفك حدك كأنثى هو كتير مقنع وكتير مهم، وخاصة وقت العلاج. أكيد سرطان الثدي يعني هو يشكل النمبر 1 أو المرتبة الأولى بين السرطانات عالميا، وبلدنا سوريا نسبة شيوعه كتير عالية، والسيدة بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خصوصية، لأنه هذا الجزء الخاص من جسدها خسارته بتسبب رد نفسي كبير لإلها. لهيك نحن يعني توجهنا الأكبر لأنه الكشف المبكر. في حال سيداتنا توجهوا للفحص الذاتي وللفحص السريري عند الطبيب المختص، هن عندهم فرصة كبيرة ليحتفظوا بالثدي، لأنه رح يكون الموضوع كتير بسيط، رح نكتفي باستئصال الكتلة الورمية، وتحتفظ السيدة بهذا الشيء الخاص فيها واللي تتمنى أنه ما تخسره. كسيدات كلنا، أنا وحدة من الصبايا ومن السيدات، بدعو الكل أنه كل صبية من عمر 25 تتعرف على بنية الثدي الخاص فيها بشكل شهري. يفضل خامس يوم الدورة بحيث تكون بنية الثدي مرتاحة قدر الإمكان، تتعرف على البنية الطبيعية بهدف أنه أي تغيير بسيط تكشفه بمرحلة مبكرة، لحتى في حال لاحظت وجود أي تغير ببنية الثدي تتوجه للطبيب المختص وللفحص السريري والاستقصاءات المتممة، ونلحق الموضوع ببداياته بشكل بسيط. نعم دكتورة، يعني هلأ عم نبدأ مرحلة مرحلة، صار في فحص ذاتي ولا سمح الله لقيت أي كتلة السيدة، خلينا نحكي شوي بالتفصيل، إمتى الدكتور بيطلب الخزعة؟ وإذا كانت الخزعة خبيثة أو مانا حميدة، كيف ممكن إنك تخبري الأنثى، وكيف ممكن كمان تحضريها للعلاج؟ نحن بنعرف إنه خلينا نقول كابوس العلاج هو الكيماوي، خلينا نقول، وخاصة إنه بهر الشعر بتفقد شوي كمان من جماله ومظهره، غير الحالة النفسية الصعبة اللي بتمر فيها. بداية وقت تجينا السيدة بشكوى إما جس كتلة بالثدي أو وجود تغير بشكل الثدي سواء احمرار أو تندب بالجلد أو العلامة الشهيرة اللي بنسمع فيها علامة قشر البرتقال أو وجود نزة من الحلمة، نحن بنتوجه مباشرة للفحص السريري. في مواصفات سريرية معينة بالكتلة الطبيب بيقدرها أكثر من غيره، سواء كانت مثبتة، حوافة غير منتظمة، حدودها مانا واضحة، هي بتوجهنا للخباثة أكثر من غيرها. حتى لو كانت المواصفات سليمة، الطبيب بواجبه يوجه المريض أو المريضة للفحص الشعاعي المناسب. بداية نحن بنتوجه للإيكو، الإيكوغرام. في مواصفات صدوية معينة بيقدر لنا إياها طبيب الأشعة، بيوجهنا للمامو. كمان بالربط موجودات المامو، موجودات الإيكو، حسب الصفات الصدوية اللي بيلاقيها الطبيب نتوجه لإجراء الخزعة. الخزعة عبارة عن إبرة بتفوت بمساعدة الإيكو، بحيث نحن نقدر ناخذ نسيج نعمل عليه التحليل النسيجي المناسب والمستقبلات الهرمونية. 90% من الكتل اللي ناخذ منها خزعات هي كتل حميدة بالغالب، 10% صفها هو الموضوع الخبيث. ثبتت الخباثة، نحن
بقى منفوت بموضوع يعني الاستقصاءات الثانية لننفي وجود نقائل بعيدة للمرض، بحيث نحن يكون الهدف هو الشفاء، هو استئصال المرض، والشفاء الخطوة الأولى له هو الاستئصال الجراحي. الجراحة ممكن تكون جراحة محافظة، أنا استأصل الكتلة فقط مع حواف سليمة، ممكن استأصل ربع الثدي، وممكن بحالات معينة اضطر لاستئصال الثدي بشكل كامل. في حالات معينة نحن ممكن نعطي علاج كيماوي سابق للجراحة، بحيث أني صغر كتلة الورم وبهي الطريقة حافظ على نسيج الثدي عند السيدة. أهم شيء بحب أقوله للسيدات، في حال تم اكتشاف الخباثة ما أنا آخر الدنيا، هو موضوع قادرين نتعامل معه وقادرين نتجاوزه ببساطة. يمكن مريض تاني، مريض قصور كلوي، مريض قصور قلب، تكون نوعية الحياة عنده أصعب بكتير من مريض السرطان أو مريض الورم، لأنه نحن بمجرد استأصلنا الورم، بمجرد أخذنا العلاج المتمم وصلنا للشفاء، السيدة بنهاية هاي المرحلة بترجع لحياتها بشكل طبيعي. كان سؤالك أنه نحن العلاج الكيماوي وهذا الخوف من العلاج الكيماوي والآثار الجانبية، خليني أقول أكثر شيء ممكن يزعج المريضة هو خسارة شعرها. صحيح. ما أنا مشكلة، لح يرجع يطلع، ولح يرجع يطلع بطريقة كتير أحلى وبنوعية كتير ألطف. خلال 3 شهور من نهاية العلاج الكيماوي السيدة لح تسترد شعرها، فهي فقط مرحلة مؤقتة تعتبرها نيو لوك، يعني عم تجرب منظر جديد، تتعامل مع الموضوع بكتير أريحية، لأنه هو باتجاه الزوال، يعني ما هو موضوع دائم، شعرها رح يرجع يطلع. الأعراض الجانبية الثانية اللي ممكن تزعج مريضنا من العلاج الكيماوي هي الغثيان والإقياء، وطبعاً الموضوع محلول لأنه في علاجات موجهة لهذا الموضوع بحيث مريضنا يكون مرتاح قدر الإمكان. نعم نعم. خلينا دكتورة نروح لفواصل توعوية، عم تبثها يمكن كل الوسائل الإعلام خلال هيدا الشهر، خلينا نتابع سوا. لا عندك شيء تسألي يا طبعا نحن بس بدنا نتشكر أكيد دعم الإعلام وكل الوسائل الإعلامية بهيدا الشهر زينب، أكيد. من خلال بس الفواصل ومن خلال أيضا الضيوف لحملات التوعية يلي عم نشوفها من أجل سرطان الثدي، يعني الله يبعده عن الكل. أكيد هو الإعلام كمان هو جزء يمكن بيحمل هاي الرسالة التوعوية بالشراكة مع وزارة الصحة ضد أي مرض بيصيب أي سيدة سورية وخاصة سرطان الثدي. يعني هلأ بسوريا يمكن 2006 بلشت الحملة، أول حملة للتوعية. خلينا دكتورة نحكي، خلصنا العلاج الكيميائي، إمتى بقى بتبلش سيدة تلجأ للعلاج بالأشعة، وإمتى بتم استئصال الثدي بشكل كامل؟ بداية الاستئصال مثل ما حكيت من شوي، نحن ممكن نكتفي بالاستئصال الكلي أو استئصال جزئي. الاستئصال الكامل بيكون عندنا الكتلة بحجم كبير، ما في إمكانية لأنه نستأصلها مع هامش أمان واسع، لهيك بنضطر نستأصل بشكل كامل، أو في حال كان حجم الثدي صغير عند السيدة مع عدم يعني إمكانية إعطاء العلاج السابق للجراحة. بعد العلاج الكيماوي معظم السيدات بيحتاجوا للعلاج الشعاعي، في نسبة معينة من المريضات ما بيضطروا للعلاج الشعاعي، بتكون عندهم العقد اللمفاوية المجرفة سلبية، بتكون حجم الكتلة صغير، ممكن ما نضطر نعطيهم
العلاج الشعاعي المتمم. الهدف من العلاج الشعاعي انه نمنع حدوث النكس الموضعي، وهو فترته 3 أسابيع تقريبا، احيانا ممكن تعوز السيده فتره اطول. بعد العلاج الشعاعي بعض المريضات اللي عندهم المستقبلات الهرمونيه ايجابيه بنحطهم على العلاج الهرموني اللي سمعانين فيه انه بيستمر الحب اللي بيستمر لخمس سنين او لحتى 10 سنين. مو كل سيداتنا بيحتاجوا العلاج الهرموني المتمم، في تحليل نسيجي معين بنعمله على الخزعه. في حال كانت المستقبلات الهرمونيه ايجابيه السيده في امكانيه لاعطاء العلاج الهرموني. في العلاج الجديد اللي هو هلا التركيز عليه كثير هو العلاج الهدفي او التارجت ثيرابي، يعطى في حالات سرطان الثدي، في حال ايجابيات مورثه معينه، وامراض ثانيه في ادويه هدفيه ثانيه مستخدمه. اثبتت هي الادويه فائدتها بتخفيف او تقليل النكس، تاخير النكس وتحسين البقيه عند السيده. فتره العلاج كتوتال، نحن العلاج الكيماوي بيستغرق من 6 أشواط لـ 8 أشواط حسب الحالة السريرية اللي جاية فيها السيدة. العلاج الشعاعي المتمم كمان تقريبا خلينا نقول شهر أو أكثر شوي، يعني بالماكسيموم 6-7 شهور السيدة بتكون خالصة علاجها الكيماوي، هذا العلاج الراد لها المرهق، وهي وبترجع بتمارس حياتها بشكل طبيعي. نعم دكتورة، يمكن هي أبشع شيء، أبشع حالة من بعد الشفاء هو عودة المرض، ودائما يعني المريض أو أهل المريض بيحطوا اللوم على الدكتور. خلينا نشرح كيف بعض الحالات ممكن يرجع بعد فترة منيحة من الوقت سرطان الثدي يرجع يعيش من جديد بالجسم. هلا نحن بعد ما نخلص العلاج المتمم السيده موضوعها على المراقبه بشكل دوري. كل 3 شهور في عندها مراجعه على طبيبه، فحص سريري، استقصاءات شعاعيه سواء طبقي محوري سواء صور بسيطه للصدر او ايكو للبطن. فالموضوع بيكون تحت السيطره بحيث اي نكس باي يكتشف بمرحله مبكره. ما نحط موضوع النكس ببالنا لأنه بصير هاجس، بصير وسواس، بتصير السيدة بتخسر لذة أيامها. خلينا نخليه بعيد عن ذهننا، نحن قيد المراقبة، الموضوع تحت السيطرة، وفي حال رجع المرض نحن رح نرجع نتعامل معه وبطريقة خليني أقول هي معركة رح نحاربه ولح ننتصر. يعني نخلي هاي الفكرة دايما بذهننا. هي النفسية بتكون أصعب في المرة يعني أصعب وقت العودة بيرجع، بس نحن الموضوع بكتير حالات، غالبية الحالات خليني أقول قابل للسيطرة. نكس المرض ما نو نهاية الدنيا، موضوع قابل نقدر نتحكم فيه. يعني تعرضتوا دكتورة مثل هيك حالة؟ كيف كانت نفسية المريضة؟ خلينا هيك يعني نعطي أمثلة للسيدات اللي عم يحضرونا. بس بدي أقول إنه مريض السرطان هو مريض خليني أقول مثال للصبر، مثال للتحدي، لقوة الإرادة. هو شخص بنتعلم منه، نتعلم كيف ندافع عن حياتنا، ما نستسهل بالايام اللي عم نعيشها. لهيك يمكن تتعب نفسيته، بس هو قد التحدي، هو قوي كفايه انه يحارب المرض بطريقته الخاصه بالتعاون مع طبيبه. مرحله وبتخلص، يعني ما نا نهايه الدنيا. اكيد. خلينا نحكي عن مركز امل اللي حضرتك كمان بتشتغلي فيه، نحكي عن اليه العمل فيه، خاصه انه مسؤول قسم كبير عن توعية المرض السرطان. أكيد. المركز في كادر كبير من الأطباء، نحن عم نقدم خلال هذا الشهر خدمة الفحص المجاني للسيدات إضافة للإيكو، مع تقديم النصائح والإرشادات اللازمة ومتابعة السيدات أمتى ما حبوا. لآخر الشهر موجودين، أي سيدة أي صبية بتحب تتفضل لعنا نحن جاهزين. دكتورة في نسب طلعت من سيدات او من صبايا اجوا بهي الفتره فحصوا؟ حاليا بهالعشر ايام اللي مرقوا كل الافات او الكتل اللي كانت الصبايا حاسه فيهم او السيدات هن سليمات كانت. منيح، يلا الحمد لله. وان شاء الله الله لا يوجع حدا.
أكيد يعني نحن بدنا نضم صوتنا لصوتك وندعي كل سيدة وصبية من عمر 25 أنه تبلش فعلا بالفحص الذاتي وفحص الإيكو حتى تطمن ويكون في كشف مبكر لا سمح الله إذا كان في أي كتلة خبيثة، نكتشفها بشكل مبكر وبدون علاجة خوف ويتم علاجها. اكيد شكرا لك دكتوره مجد يعني على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، مثل ما قلتي يمكن هي معركه ورح ننتصر فيها أكيد. بارادتنا اكيد شكرا لك.